الفرق بين الوكيل المعتمد والبائع العادي. لا يهتم البائع العادي بطريقة شحن الأجهزة أو الالتزام بسلامتها، لأنه ليس لديه المعرفة والخبرة والاهتمام اللازم، حيث أن لكل جهاز طريقة في نقله والتعامل معه مختلفة عن الأجهزة الأخرى، مما قد يعرض الأجهزة إلى مختلف أنواع الصدمات والعوامل الخارجية التي تسبب لها ضرراً بالغاً، بل يكون اهتمامه فقط بالانتفاع الشخصي على حساب الزبون. الأضرار قد لا تبدو موجودة عند المعاينة الأولى، ولكنها تظهر مع الاستخدام يوماً بعد يوم. على الجانب الآخر، يقوم الوكيل المعتمد بشحن الأجهزة من الشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم بأحدث طرق الشحن وأكثرها أماناً ووفق احتياجات كل زبون وتعليمات الشركة المصنعة. أما بالنسبة للصيانة وقطع الغيار، فالوكيل المعتمد لديه طاقم احترافي من خبراء الصيانة والمتواجد بشكل دائم، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار الأصلية. أما البائع العادي فليس لديه أي فريق صيانة احترافي ويستخدم قطع غيار غير أصلية. الأجهزة المعتمدة المتواجدة لدى الوكيل المعتمد خاضعة لمختلف أنواع الاختبارات التي تجريها مختبرات الشركات العالمية المنتجة للتأكد من جاهزيتها. ريح راسك وخليك مع الوكيل المعتمد.